حول أداة الموضوع معنا عبر الهاتف يوسف الوسلاتي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين. أهلا بك سيدي الكريم، نتحدث عن ذات الموضوع، قرار حظر التجوال على كامل التراب الوطني التونسي. طبعا نتحدث عن نقطة هنا تتعلق بالحزب الحاكم نداء تونس، هل تعتقدون بأن هذا الحزب تجاوزته الأحداث التي تعيشها تونس في هذه الفترة الحساسة، خاصة بعد 5 سنوات من مرور ثورة الياسمين؟ وبطبيعة الحال هذه الأحداث تجاوزت الحزب الحاكم، مع الاعتبار وأنها قامت بالأساس من أجل تطبيق جملة من المطالب، جزء منها وعد بها هذا الحزب الحاكم نداء تونس، وعد بتحقيقها وهي التنقيص من حدة البطالة التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبالتالي هذه الاحتجاجات الاجتماعية هي أيضا ربما نوع من العقاب إلى لهذه الحكومة التي قدمت وعودا ولم توفي بها من ناحية، والتي أيضا قامت هذه الحكومة وخاصة بالنسبة إلى آخر تحوير وزاري، قامت على المحاصصة الحزبية وقامت كذلك على الترويات السياسية أكثر مما قامت على برنامج يعالج الاستحقاقات الأساسية التي يطالب بها الشعب التونسي، وهي قضيتي التنمية والبطالة. التنمية في الجهات الداخلية بصورة خاصة في الولايات الحدودية مع الجزائر بالأساس، وملف التشغيل وتشغيل أصحاب الشهادات بصورة خاصة. سيد يوسف الوسلاتي، وانت تتحدث في التقرير وفي الصور كيف ان شباب تونس مطالبه بشعارات، نفس الشعارات التي كانت قبل سنوات، وهي تقريبا فكره اسقاط النظام وغيره، كيف يمكن قراءه الامر؟ هو اولا لابد من ملاحظه ان السياقات السياسيه العامه في البلاد تختلف عن في 2016 جان في 2016 عن جان في 2011، وهنا لابد معناها من التفريق بين جملة من المعطيات. من جهة مطالب الشباب والتي يؤطرها اتحاد أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل، وكذلك يؤطرها الاتحاد العام لطلبة تونس، لابد من التفريق بين الاعتصامات التي تنظمها هذه الجهات المؤطرة والمهيكلة والاحتجاجات الأخرى، أو ربما التي هي أقرب إلى الأعمال الإجرامية التي تقوم بها بعض العناصر من خلال عمليات نهب وحرق مستغلة هشاشة الأوضاع الأمنية. بالتالي لابد من التفريق بين هذين الأمرين، على اعتبار وأنه في جان في 2011 كانت هناك هبة شعبية واضح. إذن هي مجرد أقلية من تقوم بهذه الأمور أو الأفعال، وهو كذلك يعني هذه المجموعات التي تقوم بالحرق وغيرها تبقى دائما مجموعات كما قلنا قريبة إلى الانحراف، ومدفوعة ربما من جهة المهربين في بعض الأحيان من عناصر إجرامية في أحيان أخرى، وكذلك حتى ربما أيضا من مجموعات دينية متشددة تدفع في اتجاه هذه الفوضى من أجل تقويض أسس الدولة. ولكن هذا لا يمنع من أن الاحتجاجات الأخرى هي تنظم بشكل سلمي وفي شكل مظاهرات. كنتم قد نشرتم في تقريركم وأنا أستمع إلى ذلك معنا بعض من هذه المظاهرات التي تظل مشروعة وسلمية، ولكن وبالتالي السياقات السياسية تختلف كثيرا. أيضا الأحزاب السياسية الآن ما هو مستهدف ليس قلب النظام، حتى ولو كان هذا الشعار موجودا في 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 أو موجودا في المظاهرات التي استمعنا إليها، ولكن لابد من تنسيب الأمور على اعتبار أنه ما قد تفضي إليه الأحداث الجارية الآن في تونس هو أما أن تذهب معناها نحو إقرار انتخابات برلمانية سابقة لأوانها تطرح بدائل جديدة للحكم وتصورات جديدة لإدارة الشأن العام وتطرح الملفات الأساسية التي ينتظرها التونسيون، أو كذلك أن يقع تحوير كبير على مستوى الوزارة بتشريك ربما أطراف أخرى أو اللجوء إلى حكومة تكنوقراط، أو قد تسقط هذه الأحداث يعني الحكومة برمتها. ولكن أن تذهب في اتجاه أن يقع أمر مشابه لما حدث في 14 جانفي، أنا أستبعد هذا الأمر، لأن الآن يعني الظروف غير الظروف، والصعود إلى الحكم لا يكون إلا بالانتخابات وباحترام المسار الديمقراطي والتوافق بين
طبقة سياسية في تونس وبين المجتمع المدني وما يجري الآن هو ترجمة لذلك. واضح يوسف الوسلاتي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، شكرا جزيلا لك على هذا التدخل.